شايفين الطفلة الجميلة والبريئة هذه؟ هذه اسمها أوكسانا مالية من أوكرانيا. هذه البريئة والطيبة ربنا ابتلاها بأتفه وأسوأ أب وأم موجودين في العالم. ولما كان عمرها 3 سنوات أبوها وأمها كانوا في حالة السكر المعتادة والهياج اللي هم عايشين فيه. والوقت كان ليل، فتقوم هذه البنت البريئة أبو 3 سنوات وتتسلل كده وتزحف وتخرج من البيت. البنت البريئة والغلبانة هذه عندما فقدت حنان الأب والأم وهم أصلا مشغولين عنها، زحفت البريئة لتلقى حنان أي كائن حي ممكن يعوضها حنان الأب والأم. وقعوا وين راحت؟ راحت لبيت الكلب الموجود جنب بيتهم. طبعا الاب والام بحثوا عن بنتهم في كل مكان وبلغوا الاكسان وبلغوا الشرطه، اوكرانيا كلها قامت ولا قعدت وما حدش عارف اوكسانا راحت فين. وبعد 5 سنوات يا اصدقائي واحد شافها وهي عايشه مع كلاب. الطفلة عاشت بين كلاب، تربت بين كلاب، بتمشي كالكلاب، بتزحف كالكلاب، بتلهث كالكلاب. البنت كلب حقيقي على هيئة بشر، كل أشكال الحياة الظاهرة فيها كلب، اللهم بس في هيئة بشر. هذا الشخص الذي لقي أوكسانا بلغ عنها وقال إن في بنت بتتربى بين كلاب وبتنبح زي الكلاب وعايشة حياتها ككلب. وبالوقت اللي هم اكتشفوها وجوا ينقذوها قد كان شوية متأخر. في البنت عقلها وجسمها وكل شيء فيها متبرمج على إنها كلب وما بتقدرش تتكلم وفقدت القدرة على الكلام زي البشر وبتمشي على يدينها ورجلينها تماما وتقريبا كالكلب. العلماء بيقولوا انه اي شخص يتجاوز سن 5 سنوات من عمره وما يقدرش يتواصل مع بشر عشان يتكلم زي البشر من الصعب جدا بعدين انهم يعلموه انه يكون انسان مرة ثانية، لكن مش مستحيل طبعا. وفي صحف عالمية ومجلات كثير تكلموا عن أوكسانا، حتى ان في بعض الناس شبهوها وقالوا المعنى الحرفي لما تقول واحدة يا بنت الكلب. وطبعا هنا لا يقصد اي اهانة الا ان هذه الفتاة البريئة الجميلة عاشت مع الكلاب حتى صارت واحد منهم. والان مؤسسات صحية وطبية في اوكرانيا كثير بيحاولوا انهم يستعيدوا القدرة البشرية في أوكسانا، وهي من وقت لوقت تتحسن ووضعها بيتحسن. والأهم من هذا كله انهم علموها كيف تمشي زي البشر وعلموها كيف تتكلم، ومع الوقت ان شاء الله ستعود أوكسانا الإنسانة بدلا من أوكسانا الكلب.